اليوم سنأخذ حرف الميم. ميم. أعزائي الصغار، هيا لننطق حرف الميم مع الحركات القصيرة. م مو مي. أما الحركات الطويلة فهي ما مو مي. الآن ما هذه؟ إنها مسطرة. انتبهوا معي إلى صوت حرف الميم في كلمة مسطرة. مسطرة. نلاحظ وجود الفتحة وهي من الحركات القصيرة. الآن ماذا نشاهد؟ كلمة ميزان. ميزان. الآن نلاحظ أنه صوت طويل. لماذا؟ لأن الكلمة تحتوي على حرف الميم مع المد بالياء. مي. مي. ميزان. ميزان. دعونا الآن نرى كلمة ما. ما. نلاحظ أنه صوت طويل. ما. ما. لماذا؟ لأن الكلمة تحتوي على حرف الميم مع المد الألف. الآن ماذا نشاهد؟ مفتاح. مفتاح. ماذا نرى تحت حرف الميم؟ إنها الكسرة وتنطق مي. مي. وهي من الأصوات الصغيرة. وأخيرا كلمة مهرج. مو. مهرج. ماذا نلاحظ في كلمة مهرج؟ نلاحظ وجود الضمة فوق حرف الميم. مو. مو. وهي من الأصوات القصيرة. الآن يا صغاري نفتح الكتاب صفحة 60، نلفظ ثم نكتب. الآن دعونا نتعرف كيفية كتابة حرف الميم. نبدأ من فوق السطر ونطلع لفوق، ثم ننزل ونمشي على السطر، نمر من النقطة مسافة صغيرة ثم ننزل لتحت، وبهذا رسمنا حرف الميم.